ذكرت يعني كلمة مهمة جدا، هي فكرة انه الفقر ليس فقرا ماديا، انه ما ممكن يكون فقر اجتماعي. بالضبط. بدوري عايز ازود واسأل حضرتك، هل ممكن يكون انه فقر في الفكر؟ هل بعض الناس لديهم قدر كبير من عدم القدرة على ايجاد حلول، وده اللي مخلينا بندور في دايرة مغلقة؟ مش بس بقول على الشباب، مش بتهم الشباب، لكن هل بعض الحكومات بتدور في دوائر مغلقة؟ ما المشكلة أن التعليم تقليديا في العالم العربي من أجل الوصول إلى وظيفة، ولكن هنا أتحدث عن الوصول إلى مجتمع الكفاءة، وذلك لن يكون حقيقة إلا بتوسيع القاعدة العريضة للمشاركة من الجامعات، من مراكز الفكر، من النقابات، من الهيئات، من الاتحادات. وأقول أن سابق علاقتي مع المنبر الإفريقي العربي على سبيل المثال، وهنالك عدد كبير من الأفارقة مشاركين في هذا اللقاء، ذكرت في بعض الملاحظات أن المنابر الإفريقية كانت متفوقة بعطائها المشترك على المنابر العربية، وهذا أمر يعني مدعى الاحترام للجانب الإفريقي، ولكن أقول أين كنا وأين أصبحنا؟ فكيف نستطيع أن نفعل إرادة الشباب، ليس فقط بمثل هذه المنتديات، ولكن أن نفعل ما نقوله؟ حضرتك بصفتك الكبيرة كرئيس لمنتدى الفكر العربي، شايف أنه أزمتنا الحقيقية هي في التواصل، ولا أزمتنا في القدرة على خروج بنتائج من الحوارات والمنتديات والمؤتمرات اللي احنا بنقيم؟ مجالسنا العربية التقليدية في هذه الأيام أراها إما للفرح أو للترح، ولكن أين أداب المجلس للتواصل مع الناس؟ نظام الأروقة على سبيل المثال في الأزهر الشريف كان نظام الأستاذة المباشرة والحديث مع الناس، واليوم أشعر أن أداب المجلس ما بين الريادة والقدوة. يعني أتأمل أن أرى في يوم من الأيام من يصعد المنبر، أو في الكنيسة إذا جاز لي أيضا أن يصعد المنبر، يتحدث عن الزراعة، يتحدث عن فرص العمل، ولكن كل ذلك يتطلب أيضا منا الآن وضع قاعدة معرفية، بنك معرفي. يعني الواتساب الآن في ألمانيا على سبيل المثال قد يخطئ، ولكن تتدخل الحكومة المحلية لتصويب الخطأ. اليوم التواصل مع الواتساب كل عمليا يغني على الإله، والتغريدة أصبحت شكل من أشكال اللغو بدلا من أن تكون شكل من أشكال التواصل التقني والعلمي.